صباح الخير. طبعا اليوم هو تاريخ مميز، اليوم 4/4/1440 هجري، على اختبار القدرات حقي 19/4، وانا اليوم 4/4، فان شاء الله باذن الله بعد 15 يوم من اليوم. طبعا اذاكر المعاصر، ما جبت 140 لانه ما في فرق اشوف. طبعا اليوم هو اليوم الخامس قبل اختبار القدرات، فالاختبار قرب مره ولازم ان احنا نشد يعني. اللي هو انا تقريبا خلصت حاليا 80 نموذج لفظي، باقي لي 40، خلصت 90 نموذج كمي، باقي لي 30 بس. طبعا الساعة الحين 5 الصبح بعد الفجر، فاللي هو قررت اطلع شوي اغير مودي يعني. انا دايم بالعادة اوقات هذه احاول اصحى، لكن هذه المرة ما راح اذاكر، اطلع شوي وبعدين برجع اذاكر ان شاء الله باذن الله. طبعا جالس اراجع بعد التشريبات من تجميعات سحاب اسئلة المختبرين اللي هي تكون في التليجرام، احط لكم رابط المجموعة تحت في التليجرام، هي عبارة بكل اختصار عن تسريبات، وعشان كذا جالس اراجع التسريبات لان اختبار ما بقي الا الاسبوع. يمدحون التسريبات انك تذاكرها قبل الاختبار باسبوع ويقولون انه يجي منه، وهو فعلا صح. نراجع بعض التسريبات. طيب اليوم 11/4 وعد علي 7 أيام من وقت تصويري، فاختبار القدرات راح يكون بتاريخ 19/4 تمام، فباقي 8 أيام واختبر القدرات، وحاليا أنا وصلت ل 98 نموذج، يعني باقي 22 نموذج، فنحاول اليوم نحن ننتهي منها عشان نفضل التسريبات ومراجعة التليجرام. صباح الخير. طبعا الساعة 8:30، 15/4، باقي اختباري 4 أيام. اوكي ليتس جو. طبعا احب انبه ونوه، اذا حبيت تذاكر حاول انك تسوي تو او جدول لمهامك اللي بتسويها في يومك، لانه صراحة يساعد جدا على الانجاز المهام اللي انت تبي تسويها والمذاكره اللي تبي تسويها في يومك. هلا والله. طبعا حاليا اختبار باقي عليه 3 أيام، فاللي هو ايش؟ توتر زايد، تعرفوا انتم هذا التوتر، هذا التوتر راح يحس بيه في نفس هذا الوقت. حاليا انا ذكرت كل النماذج والمتبقي لي هو ايش؟ تسريبات، فناخذ 3 أيام هذول تسريبات بس. اوكي طلبت من كريب القهوة وقلت بطلع غير جو كذا، بطلع مثلا على الكورنيش بذاكر على الكورنيش. طبعا خلاص خلصت النماذج، فالمذاكرة راح تكون على اللاب كمراجعة للاختبارات الالكترونية مثلا زي كذا. صباح الخير. اليوم بتكي هنا لأن طفشت مرة من الطاولة، مرة يعني. اليوم هو يوم السبت، اختباري بكرة ان شاء الله، يعني باقي يوم واحد، فاليوم راح نستغلها تسريبات ومراجعة بعد النماذج. اوكي طبعا انا جهزت، لبست الثوب، الاذكار عشان اقرا كذا قبل ندخل اختبار ان شاء الله. طبعا وصلت،
اوكي طبعا خلصت الاختبار الحين ورجعت البيت، ولمعلومية الاختبار كان نص نص، له ذاك الصعوبة وله ذاك السهولة، كان نص نص يعني ما ادري كيف اقول لكم. الزبدة يعني كان الاختبار هو الاختبار الاخير، والدرجة اللي تطلع راح احمد الله عليها، سواء كانت راضياتني او ماني راضياتني راح احمد الله عليها، لانه الله وش قال؟ اجتهد وتعب وعلى قد جهدك وتعبك توفيقي. فاللي بيطلع من جهدي وتعبي هذا سواء كان على قد جهدي فراح يكون ممتاز، اما اللي بيطلع مو نتيجه لجهدي فراح ازعل، ولكن راح احمد الله انه يمكن الله معطيني شيء ثاني افضل. فاحنا ايش نبي نقول؟ انه انت اجتهد وتعب وكل اللي عليك وسوي اللي تبي والتوفيق من عند الله، سواء كان جاتك النتيجه اللي تراضيك او ما هي براضياتك راح تحزن، ولكن الله مسوي لك شيء احلى، مسوي لك شيء افضل لك. وبس والله يعطيكم الف عافيه. هذول كانوا اسبوعين مليئين بالمذاكره مني، وقبلهم يعني انا قبل هذه الاسبوعين كنت اذاكر برضك، مو بس هذول الاسبوعين، لا قبل كنت اذاكر تقريبا من شهر، فاللي هو يعني كان استمراريه. يعطيكم الف عافيه على المشاهده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.